أكد وزير الداخلية اللواء ركن محمد عبد الله القوسي أهمية أسبوع الثقافة الأمنية بمختلف مراحله، وأشار لدى ترأسه اجتماعا لقيادات الوزارة إلى أن استهداف المشروع لمنتسبي وزارة الداخلية يهدف إلى إعطائهم معلومات ومعرفة أمنية، سواء ما يتعلق بقسم الشرطة أو البحث الجنائي أو مصلحة الهجرة والجوازات أو مصلحة الأحوال المدنية، وتجديد معلومات الذاكرة بشأن عمل منتسبي كل قطاعات الوزارة. وأكد ضرورة تضافر جهود الجميع للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الأمني. إلى ذلك، تفقد الوزير القوسي مستوى الأداء بمركز شرطة الشهيد جمال جميل ومعدات الدفاع المدني العاملة في المركز. وأشاد وزير الداخلية بجهود العاملين، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز الجاهزية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.